وبنات المسلمين، انا بترجى كل واحد بصفة شخصية لازم تعدد الزوجات، اصبح فرض على المجتمع المصري. ده انا بفرضه كمان على المجتمع الاسلامي في العالم كله، بفرضه في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي تركيا وفي كل حتة، كل حتة فيها عنوسة لازم يبقى فرض، لازم يبقى فرض. اي راجل مقتدر اتجوز اتنين، اتجوز اتنين على الاقل. انا بقول في رجالة مقتدرين وفي رجالة عندي على الصفحة مقتدرين وفي رجالة عايزة تعدد عدد الزوجات. ما تقولش اصل انا مراتي هتقول لي مش عارف ايه، ما يهمكش، خليك راجل وخلي عندك القوامة وخلي عندك القدرة على ان انت تحكمها، ما تخليها تخبط دماغها في الحيط. ده فرض ربنا سبحانه وتعالى، ما بقتش رخصة، اصبح فرض، أصبح فرض على المجتمع. لأن المجتمع اللي بيمشي سليم ده لازم يبقى فيه معدل، فيه تعدد زوجات، ده المجتمع السليم، مش المجتمع الفاشل، مش المجتمع اللي إن العلمانيين والدنيا بايظة عمالين يبخوا السم في الإعلام وفي غيره وفي غيره وفي غيره. الصهاينة عمالين عملوا المخطط الصهيوني وبيضحكوا علينا، ودلوقتي المطلقات والستات على قفا من يشيل، لكل واحده اتقي الله في جوزك، ارحمي نفسك، ما تطلقيش من غير سبب، ما تمنعيش نفسك عنه من غير سبب. معظم الطلاق ناتج عن الامتناع عن العلاقات الجنسيه وبسبب الانترنت. 55% من نسب الطلاق سببها الامتناع عن العلاقات الجنسيه، و25% بسبب الانترنت. تخيلوا بقى، وده كلام طبيب نفسي معروف. اللي انا عايزه اقوله لكم ان انا بعمل استغاثه برجال المسلمين، استغاثه ونداء لكل رجل مسلم قادر على التعدد، عدد الزوجات.